يا مساء الفل ومساء الانتصار ومساء الألقاب ومساء الفرحة الكبيرة جدا 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 على كل واحد أهلاوي. ألف ألف مليون مبروك لكل أهلاوي في أي حتة في الدنيا. ألف مليون مبروك لكل واحد وقف ورا النادي ده. في الحقيقة الفرحة حلوة، في الحقيقة كانت فرحة منتظرة ولقب منتظر جدا جدا لكل عشاق النادي الأهلي. بطولة غايبة بقالها 7 سنين، بالنسبة للأهلاوية 7 سنين ده كتير قوي بصراحة. يعني أنت اللي دايما بتكسب الألقاب دي، أنت البطل، أنت الكبير، ويا أفريقيا للكبار فعلا. النادي الأهلي قدر يفرح كل الأهلاوية من خلال انتصار تاريخي امبارح على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 علشان يفوز باللقب التاسع ليه في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فرحة ما بعدها فرحة، مباراة وبطولة غالية جدا من ضمن أهم اللحظات في تاريخ النادي الأهلي امبارح والفوز بهذا اللقب المنتظر. وبقالنا بصراحة كتير وكنا يعني بنساند جامد قوي وكنا متحمسين قوي البطولة دي بالذات. مباراة ما بتحصلش كتير جدا جدا ما بين الأهلي والزمالك، هي تقريبا مباراة في العمر يعني لما يكون أهلي وزمالك في نهائي بطولة قارية. فإن أنت تكسب المباراة دي في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا جدا، يعني لأن أنت بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك، فريق محترم عنده نجوم كبيرة في فرقتهم، عندهم جهاز فني جيد، وإن أنت تكسب وأنت كمان كويس وأنت كمان عندك لعيبة أبطال، فده أمر تاريخي لازم التاريخ هيقف عنده كتير جدا.